بسم الله. تمارين حول درس المثلثات المتقيسة لمستوى السنة الثالثة إعدادي الموسم الدراسي 2015-2016. التمرين الثالث A B C D متوازي الأضلاع E و G منتصفا الضلعين A B و C D على التوالي. A H ارتفاع في المثلث A E D و C K ارتفاع في المثلث B G C. أصغر أرسم الشكل بصغر بين أن AED و BGC مثلثين متقيسان. أخيرا استنتج أن المسافة AH تساوي المسافة CK. يلا أنقل هذه المعلومات في دفترك ثم أجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل. كالعادة أوقف تشغيل الفيديو حتى تنتهي من إنجاز التمرين إذا أردت أن تستفيد بشكل أفضل. يلا سنلتقي بعد قليل. انتهيت، يمكننا نبدأ عملية التصحيح. يلا على بركة الله. نشوف الشكل هو الأول. إذا التصحيح أصغر الشكل. يلا انظر معي إلى مراحل إنشاء الشكل. قيل لنا A B C D متوازي الأضلاع، إذا غادي نشأو ضلعين متتابعين فيه، الضلع الأول ثم الضلع الثاني. إذا الأداة التي سنستعمل التالية هي البركة. لا تنسى أنه بالنسبة لمتوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متقيسين، إذا كاين هذا الضلع والذي يقابله، شتيهم؟ تنأكد على هذه المسألة لأنه كاين باقي بعض التلاميذ التي يوجدوا صعوبة في إنشاء متوازي الأضلاع. تنعاود نمشيو تاني لهذا الضلع وتمشيو للضلع الذي يقابله، هذا اللي مقابل معه. كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متقيسين. إذا الآن نتمم رسم الشكل. نعم الضلع الأخير نسميه A B C D. A B C D E منتصف A B. نصغر شوية الشكل باش نتمكنوا من رسم E منتصف A B. طريقة إنشاء منتصف قطعة معروفة، نقوم كأننا نريد أن ننشئ واسط القطعة AB هكذا. الآن حصلنا على النقطتين التي سيمر منهما الواسط هما هادو. ننشئ المستقيم المار من هذه النقطتين، سيقطع AB في النقطة E التي تمثل منتصفها. إذن E منتصف القطعة AB. الآن غادي نزول المستقيم الذي ساعدنا على هذا الأمر، ونقدروا نزول بعض الأثار ديال البركة بحال هذا. إذا خلق لنا مشكلة في متابعة رسم الشكل نواصل العملية. ننشئ جي منتصف سي دي هكذا. ننشئ النقطتين المحصل عليهما، منهما سيمر واسط القطعة سي دي هو هذا. ننشئ نقطة التقاطع بين هذا الواسط و المستقيم سي دي، هذه النقطة جي، جي منتصف سي دي. وكما ترى وضعت نفس رمز التقايس اللي وضعت لفوق، وبإمكاننا أن نثبت هذا الأمر بالبرهان. على أي حال هذه أمور ستساعدنا في إنجاز البرهان. نعم نزيل هذا القوس ثم هذه القوس مع هذه النقطة، نتمم الشكل ديالنا. نمشيو للمثلث A E D. المثلث A E D غادي نرسمو بلون أخضر إذا شئت، هو هذا. نلونو شوية. إذا المثلث A E D ثم المثلث B C G. المثلث B C G غادي نعطيو شي لون آخر، B
B, C, J. تفقين؟ إذن سنثبت بأن هذين المثلثين متقايسان. واضح؟ يلا كيف ذلك؟ يلا كيف سنثبت بأن المثلثين A, I, D و B, C, J متقايسان؟ انظر معي إلى الزاوية التي رأسها A، أي الزاوية B, A, D والزاوية B, C, D. هذه الزاوية وهذه الزاوية، كيف هما؟ نعم، هما زاويتان متقايستان. لماذا؟ لماذا هما متقايستان؟ نعم، لأنهما متقابلتان في متوازي الأضلاع. رأينا في السنة الماضية إذا كان لدينا A, B, C, D متوازي الأضلاع، فكل زاويتين متقابلتين فيه متقايستين. إذن غادي نضعوا رمز التقايس، ها هو. إذن هذه الزاوية هذه مع هذه، زاويتان متقايستان. انظر إلى AE و CG، تلاحظ نفس رمز التقايس. سنثبت هذا الأمر بالبرهان. غادي نثبتوا بأن AE تساوي CG. انظر إلى الضلع AB وإلى الضلع DC، ماذا يمكن نقول عنهما؟ نعم، ضلعان متقايسان. لماذا؟ لماذا هما ضلعان متقايسان؟ نعم، لأن ABCD متوازي الأضلاع. إذا كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين، بمعنى أن المسافة AB تساوي المسافة DC. انظر إلى النقطة E، ماذا قلنا عنها بالنسبة لAB؟ نعم، E منتصف AB. إذا المسافة AE تمثل ماذا بالنسبة للمسافة AB؟ أعيد، المسافة AE تمثل ماذا بالنسبة للمسافة AB؟ نعم، AE هي نصف المسافة AB. نقدر نكتبها بطريقة رياضية، AE تساوي AB على 2، وكذلك GC تساوي ماذا؟ نعم، تساوي DC على 2. وقلنا قبل قليل أن AB تساوي DC، إذن المسافة AE تساوي CG، أليس كذلك؟ بالفعل. الآن انظر معي إلى القطعة AD أو الضلع AD والضلع BC، كيف هما؟ نعم، هما ضلعان متقايسان. لماذا؟ لأنهما متقابلان في متوازي الأضلاع ABCD. يعني وضعت لهم رمز التقايس. إذا كان لدينا متوازي الأضلاع فإن كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين. إذا انظر إلى المثلث AED، وجدنا فيه ضلعان هما AE وAD يقايسان على التوالي CG وBC، والزاوية التي رأسها A تقايس زاوية رأسها C، أليس كذلك؟ يلا، ما هي الخاصية التي سنطبق هنا؟ نعم، سنطبق الحالة الثانية لتقايس مثلثين. إذا قايس ضلعان في مثلث، هما هادو AE وAD، إذا قايس ضلعان في مثلث على والزاوية المحصورة بينهما على التوالي ضلعين في مثلث آخر والزاوية المحصورة بينهما، فإن هذين المثلثين متقايسان. أعيد، إذا قايس ضلعان في مثلث والزاوية المحصورة بينهما على التوالي ضلعين في مثلث آخر والزاوية المحصورة بينهما، فإن هذين المثلثين متقايسان. طبقين؟ يلا نكتبوا البرهان. بطبيعة الحال يمكن لنا نعملو برهان آخر، يمكن لنا نعملو برهان آخر، بحال مثلا نقدروا نستعملوا أضلاع المثلث كلها ديال AED ونثبتوا بأنها تقايس على التوالي أضلاع المثلث BCG. عرفنا بعدا بأن AE تساوي CG و AD تساوي BC، يبقى لنا غير نثبتوا بأن ED تساوي BG، وهذا أمر ممكن. غادي نثبتوا بأن مثلا المثلث اي بي او الرباعي اي بي جي دي متوازي الاضلاع، وبامكاننا اثبات ذلك بسهوله. لو ضلعان متقابلان متقايسان وحاملاهما متوازيان، ضلع اي بي مع ضلع دي جي متقايسان وحاملاهما متوازيان، اذا هما متوازي الاضلاع. وبالتالي فان كل ضلعين متقابلين فيه متقايسين، بمعنى ان المسافه دي اي تساوي المسافه بي جي.
إذا أضلاع المثلث A إي دي تقيس على توالي أضلاع المثلث B سي جي، وعليه فإن هذين المثلثين متقيسان. متفقين؟ ويمكن لينا نطبقوا الحالة الثالثة لتقيس المثلثين في البران. شوف معايا مزيان، هذه الزاوية A إي دي، هذه الزاوية هذه مع هذه، زاويتان متبادلتان داخليان ومكونتان من متوازيين وقاطع لهما، إذن هما متقيستان. هذه الزاوية اللي عندي هنا مع الزاوية اللي عندي هنا متقيستان، وكذلك هذه الزاوية اللي عندي هنا مع الزاوية متناظرتان ومحددتان بمتوازيين وقاطع لهما، إذن الزاوية اي دي جي تتقيس هذه الزاوية، هذه الزاوية التي رأسها اي هذه اللي في المثلث الأخضر تقيس الزاوية التي رأسها جي في المثلث الأصفر إذا شئت. زاويتان في المثلث الأول والضلع المحادي لهما تقيس الثاني والضلع المحادي لهما، إذا هذين المثلثين متقيسان. واضح؟ إذا كما ترى هنا أيضا في هذا التمرين يمكن أن تستعملوا أي حالة من الحالات الثلاث للبرهان على أن المثلثين متقيسين. حنا غادي ناخذوا الحالة الثانية إلى غادي نستعملوا في البرهان. إذا لنبين أن A D E و B C G مثلثين متقيسان. عندنا A B C D متوازي الأضلاع. إذن ونخرج منه جميع الحالات التي نحتاج في البرهان. قياس الزاوية BAD يساوي قياس الزاوية BCD، و المسافة AB تساوي المسافة DC، و المسافة AD تساوي المسافة BC. ولدينا النقطة E تنتمي إلى الضلع AB. أتحدث هنا عن ضلع الزاوية التي رأسها A، أي نصف المستقيم AB. والنقطة G تنتمي إلى ضلع الزاوية التي رأسها C أي CD. إذن قياس الزاوية EAD يساوي قياس الزاوية BCG، نسميه هذه النتيجة رقم واحد. واضح؟ إذا وجدنا زاوية في المثلث ADE تقيس زاوية في المثلث BCG، ونعلم أن E منتصف الضلع AB. إذن المسافة AE تساوي نصف المسافة AB. متفقين؟ ونعلم كذلك أن G منتصف DC أو CD بحال بحال. إذن المسافة CG تساوي نصف المسافة CD أو CD على 2. وحيث أن AB تساوي CD فإن، إذا انظر معي، قلنا AE تساوي AB على 2 وCG تساوي CD على 2 والمسافة AB تتساوي المسافة CD، إذن ماذا يمكن نستنتج؟
نعم، نستنتج أن أي تساوي سي جي، هذه نسميها نتيجة رقم 2. وعندنا AD تساوي BC، كتبناها في البداية، هذه نسميها نتيجة رقم 3. إذن من 1 و 2 و 3 نستنتج أن ADE و BCG مثلثين متقايسان حسب الحالة الثانية لتقايس مثلثين. كما ترى، حسب الحالة الثانية لتقايس مثلثين. نعود نذكر بهذه الحالة، إذا قايس ضلعان في مثلث والزاوية المحصورة بينهما على التوالي ضلعين في مثلث آخر والزاوية المحصورة بينهما، فإن هذين المثلثين متقايسان. نعود نشوفوها في الشكل، ها هو الشكل ديالنا. إذن كما قلت، أثبتنا بالبرهان بأن AE تتساوي المسافة CG وAD تساوي BC وقياس زاوية EAD يساوي قياس سي جي، إذن المثلثان متقايسان، واضح؟ دروكا نضيف في الشكل النقطتين أش وكا، قيل لنا أن أش ارتفاع في المثلث ADE، إذن غادي نحتاجو هنا الكوس أو المنقلة، غادي نحددو على 90 درجة، ها هي. إذن كما ترى نوضعها بهذه الكيفية، ثم ننشئ مستقيم مار من أ وعمودي على دي، سيقطع دي في النقطة أش، هي هذه. غادي نوضعها بلون أزرق إذا شئت، ها هي النقطة أش. رسم القطعة أش، ها هي، ثم رمز التعامد باش اللي ينظر إلى الشكل يعرف أننا أنشأنا الارتفاع أش. نزولو دروك هذا المستقيم، نعود نمشيو للقطعة بي أو المثلث بي سي جي، ونرسمو تا هو الارتفاع المار من النقطة سي. نفس الشيء، غادي ناخدو المنقلة نحددو عليها 90 درجة. انت يمكن لك تستعمل الكوس تا هو راه سهل في التعامل. انا هنا بالنسبه للوحه الالكترونيه المنقله افضل. اذا نشؤوا هذا المستقيم ممر من سي والعمودي على بي جي في النقطه ك، هي هذه النقطه ك، غادي نرسموا ضلع سكة، إذن هذه النقطة ك نسميها، ونوضع رمز التعامد، ثم أزيل المستقيم الذي ساعد، واضح؟ إذن الآن غادي نثبتوا بأن المسافة أش تساوي المسافة سكة. في رأيك كيف سنتصرف هنا؟ كيف سنثبت بالبرهان أن المسافة أش تساوي المسافة سيكا؟ هنا غادي نرجعو لمسألة المساحة، هي اللي بتحلينا المشكلة بسهولة. انظر معي إلى المثلث AED، ما هي مساحته؟ نعم، مساحته هي القاعدة في الارتفاع على 2، أي DE في ماذا؟ في أش على 2، أليس كذلك؟ الآن
انظر معي إلى المثلث BCG، ما هي مساحته؟ نعم، هي أيضا القاعدة BG في CK على 2. قلنا أن المثلثين AED و BCG لهما ماذا؟ أو هما مثلثان، كيف هما؟ نعم، مثلثان متقايسان، جاوبنا عليه في السؤال السابق، أليس كذلك؟ إذا لهما نفس ماذا؟ نفس المساحة، ما دام قابلا للتطابق، إذا فلهما نفس المساحة، مساحة المثلث AED هي نفس مساحة المثلث BCG، بمعنى أن القاعدة DE في الارتفاع AH على 2 تساوي القاعدة BG في الارتفاع CK على 2، أليس كذلك؟ بالفعل، متفقين؟ وهنا غادي نضيف واحد الحاجة أخرى في البرهان اللي هي مهمة جدا. ما دمنا قلنا أن المثلثين AD و BCG متقايسين، فإن أضلاعهما المتناظرة متقايسة، أليس كذلك؟ وما هو مناظر الضلع DE؟ نعم، هو الضلع BG، إذن فهما ضلعان متقايسان، DE مع BG متقايسان، وغادي نحتاج لهم في البرهان. يلا نشوفوا الآن تفاصيل البرهان، إلا فهمتي الفكرة يمكن لك تتابع إنجاز البرهان حتى تلقاه، متفقين؟ يلا شوف معايا دروكا كتابة أو صياغة البرهان. لنستنتج أن AH تساوي السكة، مساحة المثلث ADE هي DE القاعدة في الارتفاع AH على 2. دروك تنعاود هي البرهان اللي تكلمنا عليه شفويا قبل قليل، و مساحة المثلث BCG هي BG في CK على 2، القاعدة في الارتفاع على 2، واضح؟ وبما أن ADE و BCG ماذا قلنا عنهما؟ نعم، مثلثين متقايسان، فإن لهما نفس المساحة، واضح؟ ونعبر عليها بطريقة رياضية، أي DE في AH على 2 تساوي BG في CK على 2. غادي نزولو 2 من الطرفين، وبتبقى لنا DE في AH تساوي BG في CK. وهنا جا الدور ديال الأضلاع المتناظرة باش نثبتوا بأن طول الضلع DE يساوي طول الضلع BG، بمعنى أن المسافة DE اللي عندنا هنا تساوي المسافة BG. ولدينا DE و BG ضلعان متناظران، في المثلثين المتقايسين ADE و BCG. إذن المسافة DE تساوي المسافة BG، وبالتالي فإن DE، إذا غادي نعوض DE بالقيمة ديالها، فإن BG في AH تساوي BG في CK. إذا هنا عوض المسافة DE ب BG في هذه الكتابة الرياضية. انظر، كان لدينا DE في AH تساوي BG في CK،
وكما تعلم دي اي تساوي بي جي، وعوضتها هنا في دي اي عوضتها ب جي، فاصبحت الكتابه على دناها بي جي في ا اش تساوي بي جي في السيكا. دروك يمكن لينا نزولوا ماذا؟ نعم نزولوا بي جي من الطرفين هكذا، فتبقى لنا ا اش تساوي السيكا، وهذا ما نريد. إذا في النهاية وجدنا الارتفاع أش يساوي الارتفاع سيكا. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.